السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين. مقطع جديد بالشارجة ويم سوق الغزل منا، دول اهل الزوالي تجي منا وللاخير للصدرية، ومقابلهم عقد الكهرباء للي ما يندل. آية تجي هنا شكو موكيتات، شكو زوالي، شكو فراشات، شكو دواسات، كاربيت، شنو يحتاج بيتك من فراش تلقونه هنا. متابعة ممتعة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. وصلنا يم أخونا معرض المندلاوي، طبعا تقريبا أرتب محل مفروشات موجود بالشارجة، وكل شيء تلقى بيه يم محل المندلاوي. زين، والرقم مالتهم بالوصف، وتعالوا نشوفوا شنو اللي عنده. وعندهم معرض ثاني اسمه معرض الأطرقتش، يم مقابل مستشفى الكندي او بجهة مستشفى الكندي بشارع فلسطين. هسه تعالوا نشوف ايش عنده. شوف، اول ما نبدي راح نبدي لكم اللي معروض برا، اللي هي دواسات. مو دواسات، شوف القطعة بـ2000، ثلاث قطع بـ5 ببلاش. زين، ونوعيات هواية. شوف هسه راح نشوفكم بعض منها. شوف هسه هذا النصف دائري بلا زحمة عليك طبعا من ولا أمرك. شوف نجي على هاي المربع، باع هذا المربع، شوف الألوان مالتي. شوف، وراح تسأل ليش السعر رخيص، عنده هم أسعار غالية همين راح أشوفكم إياها. زين، وعده هنا همين دواسات، القطعة بـ3000، قطعتين بـ5، وما شاء الله ألوان تجنن. هذا شوف الألوان اللي موجودة، هاي كلها ألوان. شوف رسومات، شو تريدون تلقون، مال أطفال، مال أطفال، كل شيء موجود. شوف هاي دائريات عندنا. هذا شقد القطر مالتها؟ 133 133 سعرها 15000. بيها غير موديلات؟ شوف شوف الموديلات اللي تخبل موديلات تجنن. باور مع الرسومات اللي موجودة. هاي شديدة، باقي نقشتين، هاي باقي نقشتين متر ونص، متر متر ونص. هاي شلون سعرها يجي؟ هذا سعرها 30000. شوف النقشة مالتها. هسه نجي على الثقيل، هاي هذا مدة 80 مات مصري، ذاك المتر و20، المتر مات 6.5. ها هاي تجي امتار بالضبط، المتر بـ6.5. زين، هاي شنو هاي؟ جوا من؟ جوا السينك. حلو، شلون سعرهن؟ عدني على 7 وعدني على 13. على 7 وعلى 13. باع الالوان هم كلش هواية. اني يجن اكثر من دني. بس هيك افتحن افتحن خلي نشوف. خلي المتابع يشوف. عنده دني على 5000. زين، وكل الالوان موجودة. ما شاء الله، شيء احلى من شيء. عاش اي ساده. شلون سعرهن همين؟ 5. حلو قطعه لعب. اوكي، وعنده دني مال حمام. دني شلون سعرهن؟ على 7000. دني الاكبر منهن. شوف هاي فشي خبل، هذا بيش، هذا بـ10.
هاي النقشات والألوان اللي موجودة. شوف ما شاء الله. حلو. شلون سعرها هاي؟ 7000 تصير مثل ما ذكرت. شوف هاي فتشي. هاي الأخ. دني شنو الفوق؟ دني سورية بسطية مطبخ. هاي ايش قد تجي؟ هاي تجي عرضها 133 طولها متر و90 متر و90 سعرها 20 سعرها 20000. دني اشكال هنا عندي دني اشكال مال الفوق لو والجو كلهم كلهم سعرهم على 20 عندي دني مال اطفال بحال على شكل ملعب عندي بعد اشكال بس ما عندي مكان اعرض اي اي سوالف مال بنات شوف ما شاء الله الالوان تخبل تخبل الالوان موجوده زين ها شنو هاي؟ هذا نفس الامهات ال 13 امهات ال 13 حلو ها نفس ذن اللي معلقات حلو شوف ما شاء الله يعني عارض وعنده هنا وعنده بعد بالمخزن يعني موديلات ما يخلص بحر موديلات عنده زين هاي شنو هاي اللي هم دواسة هاي؟ كل الدواسات حسب شون المكان هم اللي يختارون شلون سعرها ها؟ هاي سعرها 10000 دينار سعرها 10000 دينار وبيها همين موديلات شوف الموديلات اللي موجودة واو ما شاء الله فتشي حلو اي اي هاي عرض متر يجي هذا يجي عرض متر هذا اسعاره شلون هذا العرض المتر على 6.5 على 6.5 حلو هذا مصري مال الظهر مالته جلد يعني غير قابل للانزلاق ابد لا انزلاق ولا مي ولا كل شيء نجي هنا الكاربت هذا شلون سعره؟ كارب زني ثلاث اسعار. اول اثنين اول واحد على 6.5 على 6.5 5.5 الثاني 5.5 لحمار. ثاني ابو الشعر على 11.5 على 11.5 عندك هذا الناصر على 7 على 7.5 هذا ايش قد يجي؟ عرض 4 ستاندر عرض 4 ستاندر والطول الطول حسب اللي تريدونه مفتوح ان شاء الله هنا الروعه طبعا احلى اثنين عجبني ذا الجو شيء خبر زين الفرش كلش راح هذا حتى الفرش مالته فد شي خبل واو مالته فلوش اعلى من الحرير فلوش اعلى من الحرير هاي بالفرش زين شوف بالفرش ايش قد جميل وطبعا هذا بالضوء يطن عكاسات شوف فد شي خبل باع الخمايا مالته شوف خمايا مالته هذا الخيط مالته فلوش اعلى من الحرير ماكو من عنده بالسوق اي محل طبي بالسوق قول اريد فلوش راح يقول لك ما اعرفه وهاي نقشاته الباقيه نفس نفس النوعيه مالها حلو سعر المتر مالته 10000 دينار سعر راقي وشغله راقيه وهو اصلا الكاربت هذا فتشي درجه اولى مثل هذا المول ها 133 بس هذا اطول اطول يجي 25 25 حلو الورا هذا الورا هذا زوليه 2 في 3 2 في 3 شلون سعرها؟ القماش مالته فلوش سعرها 85000 85000 هذا زوليه 2 في 3 زوليه 2 في 3 تركي ها مال 60000 اللي تصير ويا ذاك الكارب او الموكيت هاي شوف نفس النقشة باوع يصير ويا الكاربت شوف هاي النقشة الثانية اللي صورناها يعني تريد تجي تاخذ كاربت كامل انت حسب رغبتك تريد تجي هنا تاخذ زولية 60000 الترك بس با اميرة
هذا زولية حرير تركي اسمها أميرة. هذا كله حرير. ايه. بيجي ذهبي هذا كله حرير. حلو. بس فد شيء حلو. با. با هاي جلد حلو. با البداع. الله. كلش حلو. شوف. حلو. زين بالنسبة للأسعار بيها مجال شوية؟ بالخدمة. من طرفك بالخدمة. فدوة لقلبك وهاي همين اللي يجي من طرفي هم يقدر شوية يمون على نفسه. حلو. هذول شنو؟ الاثنين في ثلاثة. اثنين في ثلاثة. هذا يصير. فلوش مخبوط ويا حرير. يعني اعلى من ذاك. تمام. هذا سعر الزولية مالته 125,000. شوف شوف طبعا هنا انا هسه راح يفتح لنا وحده على المود نشوف. يقول بالفرش يختلف 180 درجه. طبعا هو الكتاب مبين من عنوانه. زين هذا النقش مالته شلون يصير هذا المثلثات فتشي بقى شلون حلو. شوفوا هاي النوعية الثانية شوفوا شلون نقشها حلو ويخبر يعني فعلا افضل من دنيجة. هذا شيء عالمي والله. هذا الباندا. هذا الباندا التركي. بدي أعرض مطرحه. حلو. تمام. هذا ظهر جديد. حلو. شوف الظهر مالته بس باوة الظهر مالته. هذا الظهر مالته محبب. هذا تخليه انتهى الموضوع لزق بالقاع بعد. لا يزحلق ولا هاي. غير الكربد الباب. إيه. هذا يجي عرض ثابت أربعة. متر ونص. متر ونص. مترين. ثلاثة أمتار. والطول حسب اللي يريده. حلو. سعر ايش قد هذا؟ 6,000. وهذا الفوق. نفس. عرض ثلاثة. همين 6,000. 6,000. هاي الألوان تختلف؟ نفس. كل الألوان مختلفة. كل الالوان موجوده همتهم. هاي البزونه هميه. هاي هنا بزونه لا تريد تطور بين ال... زين دولي شنو دول همين؟ الباندا عرض مترين. عرض مترين؟ عندنا فضلات بدنا نشتغل عليهم عروض خاصه. عروض خاصه لنا. حلو. عندي فضلات. بيش بالله العروض الخاصه؟ حسب يعني اذا هو مثلا بثمانيه بيعرف بسبعه. قبل سبعة بيع بستة هيك. حلو. حسب كل من وسعره. عاشت ايدك. زين كابتن دني شنو؟ هذا احنا نسميه الاهرامات. شو اسمه؟ اهرامات. اهرامات. ايه حلو. يرمز للاهرامات مال مصر. حلو. هذا الخيط مالته اكريليك حرير. ايه. متر مالته بعشرة، عندي عرض اربعة وعندي عرض ثلاثة، باقي لي بس اللون الاحمر. حلو. وذاك الفوق على سبعة ونص حرير نقي 100%. الاحمر ولا الازرق؟ الاحمر والازرق. كلهن عرض اربعه ما عدا هذا بالاخير عرض ثلاثه. عاشت ايدك. دن اللوحات شلون 700 شانه شلون اسعارهن؟ لوحه ايراني 700 شانه قياس مالتها 50 بمتر. 50 بمتر. سعرها 25,000. 25,000. جوا السوق مسوي عليه التخفيضات اللي مدني الباقيات عندهم. منظر طبيعي وهاي كالوان هاي ما تروح مالته ابد. ضمان مدى الحياه. ضمان مدى الحياه. قصه بس واحد يسوي لها سفيفه تصير لوحه تخبي. شوف اذا صور السي صور لها جمله مفرد.
احنا وصلنا يم محلات الهلال. طبعا محلات الهلال مختصة بس زوال تركية وإيراني. شوف هسا عنده هنا هاي شو اسمه؟ اوبتيما 2x3. هذا يجي بألوان لو؟ ألوان نقشات مختلفة. ألوان ألوان ونقشات وقياسات مختلفة. هذا اللي بصفه شنو؟ هذا 3x4 همين اوبتيما يصير اكبر من ذاك. هذا اللي بصفه شنو؟ هذا الايراني 700 شانه. وطبعا هواي من يومكم يسال شنو ال 700 شانه؟ 700 تراكم مالته، تراكم الخيط، تراكم الخيط مالته. ها الغرزه بكل متر مثل ما وضحها لكم الاخ هنا، لأن هواي سألتونا عليها شنو 700 شانة. ذني 1200 شانة 700. ها هذا هم 700. شوف الألوان اللي بي. وبالنسبة للأسعار 300 ألف. هذا سعره 300 ألف. هذا شقد؟ هذا 2x3. ها هذا سعره 150، ذاك الاكبر منه يصير ب 300. با هاي بالنسبه للالوان، وما شاء الله هو بحر مال الوان ونقشات عده. اي هذا اللي بصفه يصير ب 300، لان يعني هذا شوف تبدي منه وللاخير. هاي طبعا فوقها خال. هذا 1200 شان، تراكم 3000. شلون سعره هذا؟ هذا الثلاثة باربعة مالته 500 ألف. هذا ب 500 ألف الثلاثة باربعة القياس الكبير. وأكو هذا القياس الصغير متر ونص مترتين وربع. شلون سعرها؟ 150 ألف. هذا تركي؟ ايه تركي فندي اسمه. فندي ايه؟ هذا نسبة القطن مالته 80%. حلو. شلون سعرها؟ هذا سعره 300 ألف 3x4. 300 ألف 3x4. كريستال. هلا شلون سعره هذا؟ هذا سعره 300 ألف. هذا سعره 300 ألف. هذا ايش قد يجي؟ يجي 3x4 2x3 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 2x3
با هاي الجمال هنا، هاي قمة الجمال هنا. هذا طبعا قطن. ايش قد نسبة تركي؟ اي هذا نسبة 90% قطن. 90% قطن. هذا شلون سعره؟ هذا يطلع سعره 3/4 يطلع 350,000. بس فتشي خبل روعة صراحة، ومالته الفروة مالته هم كلش حلوة، فروة مالته والوانه هواية ما شاء الله. شوف عندكم هاي فتشي، هذا حرير تركي. هذا شلون سعره؟ هذا 250,000 3/4، وهم نقشاته جدا جميلة. هاي اكو غير المعروضات بعد؟ اي طبعا. حلو، يعني مو بس اللي معروض، اكو بي الوان كلش هواي. هذا لاتوس، هذا خيط قطن شعرورة مثل ما سمعتوا. شلون سعره هذا؟ هذا يطلع 175. 175,000. ذاك هذا الايراني ال 1200. ال 1200 الالوان الذهبي. اي شلون سعره هذا؟ هذا 3/4 سعره 700,000 ل 3/4. ايش عجب هيك يعني سعره؟ يعني التراكم 3600 حقيقه. ها تراكم 3600 حقيقه ألماني. والخيط الماني، يعني شغل درجه اولى. شوف معرض مرسين لبيع السجاد الايراني والتركي، هذا المحل الثاني. شوف تجي هنا ما شاء الله تبدي منه. كابتن دني دواسات شلون اسعارهم دني؟
سعر القطعة 10,000. ذيك أكبر منها لو شنو هاي؟ 35,000. فشي كلش حلو هاي. بعد دواسات شلون مرتبات. هذا شي يسمونه هذا؟ تركي حرير هذا. هم يعني يجي شانه وما أعرف شنو هاي؟ لو هذا ما بي شانه. إيه. شلون سعره هذا؟ 150,000. إيش قد في إيش قد؟ 2 × 3. وما شاء. إيه وبي قياسات بعد أكبر. وما شاء الله باعوا الألوان اللي موجودة. زين كلش ألوان هواية. باع هذا بداعها. شوف فتشي خبل هذا. زين. هاك شوف هذا اللاف. باع يعني وين أكو هيك ألوان؟ يعني تجي هنا ما تحتار شنو اللي تريده تلقاه ومتوفر. هذا هم تركي؟ تركي اكو بي تركي اكو ايران. بي تركي وبي ايران. شلون سعره؟ متر ونص متر اثنين ونص. اسعارهم المختلفة من وإلى؟ من 70,000 الى 175,000. من 70 لحد 175. وطبعا ما يقدر يقلبهم لان المسافة قريبة عن دني. هو شوف هسه ما اعرف هسه اقدر اقلب لكم لو لا. شوف باع الالوان الموجوده. شوف طبعا ما اقدر اقلب دي طخ بس مثل ما قلت لكم الاسعار مالت. شوف هاي فتشي بدأت أوضح عندكم بالتصوير ما أعرف لا. هاي النقشات مالت. شوف النقشة شلونها. هذا الحفر مالت. هذا همين مخلي هو مخلي تشكيله يعني. شوف بي تركي وبي ايراني. زين كاسعار هذا مالته وش قد في ايش قد هذا يجي؟ 3 × 4 التركي ب 300,000 وباقي الهاي انصل واعلى. باقي غير التركي اكو اعلى اكو 450,000. اكو 450,000. قياسات مختلفة مختلفة. حلو. هاي شلون اسعارها القياسات؟ محايرة بيهم. بين شلون اسعارها هذا القياس؟ 400,000 2.5 في 3.5. حلو واكم 270 مو سوى يعني اسعار مختلفة عنده. هذا مدات المتر 22 هذا يجي هو ويقدر يعني مالته تخم كامل يجي. هذا يجي قصات تاخذ قصات ملاته هنا هم تقدر تاخذهن وياك. المتر 22 مثل ما قلت لكم.